هذا يسأل عن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، عن النار. وإن منكم إلا واردها أي النار، وهذا خطاب يشمل المسلمين. هل المسلمين يريدون النار؟ نعم. وإن منكم إلا واردها، المرور على الصراط، المراد به المرور على الصراط، كل الخلق يمرون على الصراط على متن جهنم. فالمؤمنون ينجون يتجاوزونه، وأما الكفار فيتساقطون في النار والعياذ بالله، لأن الله يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.